السلام عليكم الجماعة المسلمين السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المسلمين انت ما عندكش الحق تذكر الإسلام. وعليكم السلام ورحمة انت الله تعالى. إنسان، لا انت إنسان ملحد. انت بالمفروض ما تقولش وعليكم السلام، تقول مساء الخير، تقول مساء بونجور، الخير، مساء الحب تقول جميل، ها. مساء الحب جميل، بالمفروض ما تقولش السلام عليكم، مساء الحب جميلة. مساء الحب، مساء الأخوة. ايش حاجتك من الحب؟ لا للأخوة، الأخوة الحب في الله. الحب يجي قبل السلام ويجي قبل الأخوة. لا لا، السلام هو الأول. لا، الحب هو أول شيء، مستحيل أن يكون سلام بدون حب. نجاوبك على العبد بالعبد والحر بالحر. كانت في فترة زمنية كان فيها الرقيق، كان فيها العبيد، وكانت قبيلة من القبائل تطلب القصاص، العبد بالحر والمرأة العبد بالعبد، العبد برجل والمرأة برجل، كما نقولوا كانوا. يحشموا بالدين تاعهم، بداوا قاع يديروا تأويلات ولا يحشموا بالدين. ما شاء الله، لماذا؟ أنا ماشي مسلمة، لا أريد عن تجديد، هذه لا بريمير في طلعي. أوي لا بروميير فوا. صافي لونتو تعرفيني. أوي عندي كالك موا ان من شاء الله. ديسمبر، خرجت لي في تيك توك باغ هازار. خسر كل الجن. وي جيتي ميزي ما نافونا. نو نو، أنا خرجت كنت صغيرة شوية، كنت 17 ans. ايوا دي ساتو، ماشي صغيرة دي ساتو، راكي عانستي. وي على بالي كيف خرجت، كنت في حصة التربية الإسلامية، وكان يحكي لنا البروف، هضرنا على زواج الرسول مع عائشة. انا شبونس خرجت هذاك النهار باسكو ما كاش على بالي. اي بس سي سا. ولا فامي على بالهم ولا وي على بالهم. واش كانت لا رياكسيون تاعهم؟ انا يعني يما كان هي مسلمة، في الاول جاتها بيزار تقول لي صلي صلي يا بنتي، ومن بعد انا كي ناقشها شغل تشوف باللي عندي ريزون راسيونال كي خرجت، دونك راهي متقبلة دوكا. بابا لا ميم شوز، هو تاني جوبونس هو قرآني باسكو هو ما يحبش محمد. استغفر الله. انت مازالك صغيره، شحال عندك في دروك؟ ما تقوليش كاع لاج، ما يقولي ابيبري بليس دي 20 بليس دي 20 اونتر 25 اي 30. نو راني 21. مازالك عريانه يا دين ربي، مازال ما عانستيش. وعندك دي زامي تاوعك اللي خمو كيفك ولا؟ وي عندي شويه صحاباتي كيفي، عندي زوج يعني غير زوج. هي تخي بيان. وي كي دخلتي التيك توك وشفتي هذا الكفار اعوذ بالله، شوكاتك شويه ولا جاتك نورمال؟ وي شوكاتني وفرحت باسكو ما كانش على بالي بلي كاين بزاف سورتو يهضروا. انا جوبونس كاين بصح ما كانش بزاف يهضروا، دونك فرحت بزاف كي شفتكم تعبروا على الاراء تاعكم وتنتقدوا الاسلام بحريه. و وي يضرب. واش ديري دروك، كي تقراي ولا حبستي القرايه؟ راني نقرا، راني في فرنسا. هاتي اوكي لونيفرسيتي. وي هي تخي بيان. وما عندكش بوي فريند مسلم؟ نو نو، ما عنديش بوي فريند. هيا هيا بيان، والله تي جونتي وصافي بليزير، يعني ماشي صافي بليزير، خرجتي من الاسلام مي كي طلعتي من عندي وبارطاجيتي هذه. ميرسي، انا تاني صافي بليزير عندي بزاف، وانا نقار عن نخرج معاك و سي تري هوغوز. هيا ميرسي، انا تاني اني فرحت بنتي. يفو فيغ اتونسيون لا سيكوريتي تاعك، ومرحبا بك معنا، تي با ماكيش وحدك. وي صحيت، ميرسي، راهم معاك هنا بزاف. ميرسي ما شير، يعطيك الصحة. ميرسي، بون كوراج، باي باي. بون كوراج، ميرسي. ونطلعكم يا جماعة، خلوني نجيب شوية بوا الحبة السوداء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ياك تعرف تقول السلام ورحمة الله نعرف نقول حاجة منها. قلت لك هاك رديت عليا السلام. وعليكم السلام خويا، أنا مرت على ولد بلادي. بصح كمام راه تبقى فيك المبادئ والقيم تاع أصلك وتاع البيئة اللي عشتي فيها، فهمت؟ ما شاء الله. أنت راك القصة هذه صحيحة ولا خطأ؟ لا أكيد صحيحة، أكيد صحيحة أخويا مهوب. فاش تبررها أنت قبل ما نروحوا؟ ما تهمنيش أنا بزاف، صح راني حاب غير نسمع. ماشي مشكلة. نعم ماشي مشكلة. شوف، حنا الإسلام تاعنا ما حدد. ما هضرتلكش على الإسلام، قلت لك برر لي كيفاش هذا الرسول خير وخير. تعرف بلي في الكلام كاين واحد التوطئة، لك واحد عنده توطئة يقولها باش يروح الموضوع. ويعني بها انا هربت من الجزائر، بس انا كبرت من التلفزيون تاع السبعينات والثمانينات. تفضل اخي عندك 25 دقيقة، انا نحب تك 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 بالخف. لا لا، مباشرة مكاش مشكلة أخويا كاع. الإسلام تاعنا ما حددناش السن تاع الزواج. أي فتاة تبلغ تنجم تتزوج، هذه للفتاة ولا للفتى، سواء راجل سواء امرأة. الأمر الزواج دوك يبقى على قضية العادات فهمتش والتقاليد والبيئة اللي راك عايش فيها. من جبت هذه تبلغ هذه؟ ما فهمتش كيفاش من جبتها؟ من جبت هذه تبلغ؟ شكون اللي من قال؟ جبتها؟ أنا أستاذ في العلوم الإسلامية، درست في الجامعة، هذا الكلام اللي راك تسمع فيه الآن. والقضية تاع الزواج معليش معليش معليش، هذه مغالطة منطقية يسموها. نعم معليش، هذه مغالطة منطقية يسموها الاحتكام إلى السلطة. أنا تاني طرت رحت لألاسكا وعاودت وليت. ايوه اتونسيون تغلط معايا، انا نطير في السماء. الور ما تقلقش ما تقلقش مهوب. المعلومه هذه تاع البلوغ وين جبتها؟ يا ميهوب يا ميهوب ما تقلقش، قلب العقل عليك خويا. انت شفت وحده المراه من تبلغ يعني ماذا؟ بون غادي نعاود السؤال تاعي. المراه انت قلت البلوغ، هذا البلوغ من جبته؟ مين جبناه هذا البلوغ؟ يعني الله كيقول لك ولا، والله كيقول لك ولا لم يحزن، يعني والطبري وابن كثير والبغوي والقرطبي والسعدي يقول لك هي الطفله الصغيره التي لم تحض العده تحت 6 شهور. احنا عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزوج مع عائشة قبل البلوغ، تزوج بها بعد البلوغ. بون انت قلت البلوغ، لما الله عز وجل يقول في ايه قرانيه واللائي لم يحضن، بتفسير الطبري ابن كثير البغوي القرطبي السعدي ذكرها. ممكن تزورني معاك بس مش كيما هكا. تقدر ما تقاطعنيش؟ لا تقدر ما تقاطعنيش، تفضل زيد فضلك. نعاود لما يكذب هنا ايش يكذب؟ ما نعرفوش. تعرفيش يا عندي وليد شنو؟ عملوا لي ابوني جماعه. كون هذا اللي عمل لك ابوني اللي عندي صديقتي دخلت لي، ما تعرف قلت لها انزل على الاضافه، ما تعرف شلون. ها منين انت ميهوب؟ انا جزائري بنت اختي. منين في الجزائر؟ انا من غليزان، من الغرب الجزائري. شو تخدم؟ انا ونخدم. شو تخدم؟ نخدم في الإدارة. إدارة شنو؟ إدارة العمل، وزارة العمل. مش في الجزائر. مناوين؟ النرويج. نرويج. يس مان. I speak English. Of course. The second language. Of course. وانت What's the وشنو؟ What's the first language in Norway? Norwegian. خبصي جماعة خبصي. أبوني يا جماعة بربي صلى الله عليه وسلم، أبوني يا جماعة عليه الصلاة والسلام. ربع وردة يا جماعة. ورتين ورتين يا جماعة ورتين، مازال ورتين. أنت عايشة في تونس ولا عايشة في الخارج؟ في الخارج. مش من بلاصة؟ بين الأعمال حيث كوني حبيت يطلع.
بونجور. سلام ميهوب، واش راك؟ ربي نشكره. انا اللي طلعت معاك في اليوتيوب من قبيله. اي بيان. ايه، قلت لك يا اخي حاب شويه فولورز باش نولي ندير لي لايف، الا تقدر يعني تخليني شويه وقت يعني في اللايف باش ما نلمو شويه فولورز. قول لهم يديروا لك فولور، ما نقدر نخليك والو. قول ديروا له فولور يا جماعه، طلعوا له اللايف تاعو الألف. يلا يلا، راه حاب يحل اللايف. انسان بيان يعرف المغالطات المنطقيه، انسان اللي بالك يقدر يعني نطلعوا له ألف واللي يدير لايف واللي يسبني كيما الملحدين اللي جاو هنا قعدت لهم طلعت لهم اللايفات تاعهم بعد ولا يسبوني، وراه المشكل. يلا يا جماعه ديروا له ديروا متابعه، ديروا له متابعه يريد. يلا طلعوا لي شويه اللايف تاعو الله يهديكم. هي خلاص، هاي طلعت بيان بشويه بشويه. لازم تروح اللايفات تاع تكبيس، تطلع دير ذيبه تهضر وكل شيء يطلع لايف تاعك. وي توفيق ريغولا. ما تنساوش اللي ما زال ما رسلوش ورده لهذا القلب هذا، ضغطوا عليه ورسلوا ورده. وي توفيق. وعندي مشكل في ال عندي مشكل في ال... ديروا متابعه الفاضي الله يخليكم، سي فو بلي. اكتب لتحت فاضي، اكتب اسمك ولا ميرسي ميزامي ميرسي. الا كاش واحد من ديزولي ميهاب غلط بركة. ميرسي خويا، واش فاش غلط؟ جماعه انا حابين نطلعوا الله الالف. معليش كنت نشوف اللايف تاعك حتى لقيت روحي طلعت. ما كاش مشكل حبيبي، مش مشكل. نامي هو بيحبوا الناس اللي تطلع معاه. ميرسي. واش ميهوب، واش راك؟ لاباس خويا، واش راك بلاك؟ انا عجبتني راك دورت دعم الحسابات يا خو السيد، طلعت له الكوم ديالو. اي 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 صافا ربي يا خويا، وانت صافا؟ وين راك هكذاك؟ عجبني باليوم راك. تعرفوا شنو هذه ولا ما تعرفش؟ وين هذه وشنو؟ هذه اللي هي مورايا الصورة هذه. اريير بلون هذا ولا راك في بلاصه صح جايه هكذا؟ انا في بلاصه جايه. وين هذه؟ واش عارف شنو هذه؟ واش هي مكتوبه تماك؟ والله ماني نقرا. هي مكتوبه هنايا. لا ماكش صح في بلاصه هذه، باسكو راك تزغد ليماج ديالك. مي معليش بصح ما باش واش مكتوب، قول لي فيدني ولا غير تقول لي. والله ما نعرف. في الروضه، راني في الروضه، القبر تاع الرسول وقبر تاع ابو بكر وتاع عمر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. صافي بليزير يا اخي. كيفاش باش لحقت حتى لهنا؟ كيفاش باش لحقت حتى لهنا؟ راني جبت عمره، راني نجي في عمره. صافي بليزير يا اخي، والله صافي بليزير. اسمع انا ما نسب ما نطيح ما والو، ولا غنشوف لي لايف ديالك وخلو يا ما توسوش. ان شاء الله. ديرش معايا ديرش معايا العفايس حبيبي. انا راح نسبك ما حنقول لك والو، انا نورمال نستخلوه. بيها دوك راني ريحت، انا كنت مقلق ودروك بيها وليت كالم. كنت مقلق تاع الصح. وي انا كنت انا ما نطلعش انا ما نطلعش بالكونت ديالي، نطلع بالكونت هذا باش نقصر معاكم هكذا شويه باش ما يفيقوليش، باش ما يقتلونيش اونسي جون، باش ما يديروا لي. يلاه بربي. اسمع انا طلعت معاك بصح ما عنديش لي كومونتير، ما يبان لي والو، عندي بوغ واقيل. وين يبان لك؟ راني نشوف غير روحي صغير، وراني نشوف فيك انت بصح مانيش نقرا لي كومونتير تاع الناس. وعلاه كتحب تقرا كومونتير؟ يعني تسي فيك عم بالك شوف اوبسيون جديدة ولا انا كي تطلع عندي مكانش الكومنتار، لازم انا وانت سلك راسك وانت يا الرسول. شحال كان في عمرك كي تدخل على عائشة؟ 6 سنين. 50 ans. واش رايك فيها؟ الله يسهل عليه. علم انت كون عندك اختك ودخل عليها الرسول عندها هذا اللازم، ما عندكش مشكل. كيفاه؟ كون عندك اختك عندها 9 سنين ودخل عليها الرسول 54 سنة، ما كاينش مشكل. دخلت عليه اخته وقيتني غلق، الله يسهل عليه، دخلت من خلعت. دخلت عليه اخته قاتلو. خلاص انا غادي يلحق اللايف الفا، ما تخلونيش تكون كي ندير حاجه كي نقول حاجه لازم تحقق به ولا بلا به.
بيه ولا بلا بيه. الو كبسوا وبارطاجيو وديروا كاش حاجه عيطوا سخون نورمال وما موسى سخا فاصيل ما راهمش حلين بزاف. راهي حلا ماريا اوكي كاش انا بالي بلي حلا الناس راهي غلط حلت اليوم بزاف مدريش طول. السلام عليكم. واش الاحوال؟ لاباس خويا وانت صابر؟ والله لاباس خويا. هي شوف هي نورمالمون ميهوب نورمالمون الناس اللي راها ني تراك تبوزي لهم لي كاسيون ولا الناس اللي راها حابه باش تعرف الدين وكاع نورمالمون هي يتخطوك مي كيما يقول لك ما يناقشوكش فاهمني. انت لازم لك نقاش مع اهل العلم يعني يكون لازم الشيخ تاع التفسير القراني تاع احاديث نبويه سير ما طلعنيش نيبورتكي اي هاك يهدر لك اسكو انت راك تشوف في هذا سؤال انت راك تشوف في هذا السؤال على انا باش يسلم دخل على هشام عمرها 6 سنوات هذا راك تشوف فيه سؤال انت قول راك تشوف فيها كاش خلعت انت خلعت فيها فيها حكمه هذه بالك نبي تسلم فيها حكمه خويا انت واش دخلك خاتم الانبياء يدير واش حب ربي سبحانه قال لها روح ادي عائشه انت واش دخلك انت عليك انت عليك الطاعه ثم الطاعه ثم الطاعه نقطه الى السطر طاعة الله ورسوله نقطة إلى السطر ما تسقسيش ما تسقسيش لا 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 يجوز كيما حنا نقول لك لا يجوز أن تسأل لا يجوز قال لك صلي صلي بالله فمك ديريكت هذه هي خويا ما كانش هذيك تاع علاش وكيفاش وكيفاش ربي كيفاش استطاع ان يخلق الارض والسماء في 6 سماوات وكيفاش خلونا من هذا عندكم انتم بروحكم عندكم اعجاز علمي سيبو ما تقدرش تدخل في 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 المعجزات تاع ربي ما تنجمش لا نقاش لدي هذه مازال كيما هكا الارض مسطحه ولا ارض مكعبه يا خويا ربي خلقك تاع عبده نقطه الى صرت واش دخلك الارض مكعبه ولا داخله في حيط ولا معلقه في خيط ولا تا واش دخلك ربي خلقك انا تاع عبده نقطه الى الصدر خويا تفضل شنو عندك اسئله عندك سؤال شنو السؤال محيرك انت ميهو شنو السؤال راه محيرك كيما هكا راه محيرك كيما هكا عليها خرجت من الدين ولا راك ما بين الدين ولا تخرج مازال ما فهمتكش انا اسكو راك خارج ولا مازال راك مازال ما حبيش تخرج شنو هو الحكمه انه واحد 54 سنه يطرطق طفله صغيره عندها 9 سنين مي شخصي هل ذكر كيما حنا نقولوا ذكر زعما الطول تاع عائشه علاش ما تذكرش انت الناس اللي كانت تجاهد وتقود جيوش اللي كانت في عمرها 12 سنه و 13 سنه علاش ما تقولهمش علاش ما تقولهاش انت علاش ما تهدرهاش هذه هيا اهدر هيا اعطيني الفرق ما بين عائشه اللي دخل عليها 6 سنوات و 12 سنه واعطيني الفرق ما بين انسان اللي قاد جيوش لمده عمره اللي كان فيه 12 سنه وقولي ورا ديفيرونس على 12 سنه مازال انت تقود ولدك عنده 12 سنه مازال تقود ديه لاكريش 12 سنه يروح لاكريش ايه وين هذه واش بلاد انت مازال ولدك عنده 12 سنه مازال تقود فيه ما تقدرش كومباري هذاك الجيل مع هذه الاجيال يا اخي الكريم النظريه اللي تمشى بها عمليه القياس اللي راك تقيس بها اللي راك تبيز بها ورا تكومباري ما بين بين البنت اللي راك تشوف فيها 6 سنوات وبيت كومباريها مع 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 اللاش تاع عائشه لمده سنوات ما تقدرش خويا ما تقدرش تكومباري صاي فهمتني عائشه كانت امراه صاي امراه ما تقدرش تكومباري بها خويا هذاك اللاش اللي راك قاريه وراك تشوف فيه دروك هذاك لا يجوز مع هذاك الزمان صحيح لا يجوز ما تقدرش كومباري خويا ما تقدرش هذاك زمن اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو زمن اخر وبعيد عليك خويا بعيد عليك بزاف يعني بكري طفله كانت تكون عندها يعني 9 سنين تكون امراه يا بعيد عليك 6 سنين راك تشوف فيها دروك ماشي كيما 6 سنين تاع وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقدرش كومباريها خويا مالك على الشيطان يا اخي الكريم انا نقول لك كاين 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 رجل في عمره 12 سنه قاد جيش حارب الرومان حاربهم اسكو الله تاع 12 سنه قادر يحارب لك مازال قلت لك انت تديه لاكريش خويا على الشيطان كون هذا اللي كان عنده 12 سنه يا خويا شبي نقول لك خويا والله انتوما كيما هكا تحوسوا كيما حنا نقولوا على الفوله وما غيرها تعطيني الاسم تاع هذا اللي كان عنده 12 سنه وخارب الرومان ابحث خويا ابحث ابحث
على بالك بلي انا شوف انا شوف شوف اخ ميهوب، انا كنت مستغرب من حاجه، انا حاجه قال لي استغربت فيها في الكون، هي مي كنت نشوف في الاهرامات كانوا يديروا يرسموا على الاحجار، يرسموا جسد انسان وراس حمار، هذا وين فهمتها انا دروك، فهمت انا تدروك فهمتها. معليش هذا اللي قاد الجيش مع سنسانة، كيفاش هذا وحنا عندنا الحديث؟ فسر لي في الاهرامات الفراعنه علاش كانوا يرسموا الجسد تاع بنادم ويديروا راس تاع حمار، فهمها لي خويا دوك نفهمو كي نجاوبوا على هذا السؤال. لا جاوبني فهمك، جاوبني بسؤال بجواب. ايوا انا طرحت لك سؤال وي الجواب راه موجود في السؤال هذا. انت واحد 12 سنه ومنطوع عندي حديث في صحيح البخاري وين ما كل المسلمين استشهدوا به، يقول لهم باللي ممنوع واحد يشارك في الحرب قبل 15 سنه. من جبت هذه المشكله انت؟ من جبت هذه المعلومه باللي كاين واحد 12 سنه كان يحارب الرومان؟ هو كاين حديث صحيح عند البخاري يعني في اعلى درجه صحه، الرسول يقول لهم ممنوع واحد يشارك في الحرب قبل 15 سنه. ميهم نقول لك علاش الفراعنه كانوا يرسموا الجسد تاع انسان وراس تاع حمار، باسكو على بالهم باللي غادي يجي واحد الوقت تلقى ناس كيما ماريا كيما نتايا كيما اي واحد اللي راه يطلع في لا لاف وراه يناقض في النبي صلى الله عليه وسلم ويناقض في ربي سبحانه، عرفوا باللي غادي يجي واحد الوقت غادي يجي اجيال ناس يطلعوا يديروا في لي لايف كيما هكا، لازم نعطيهم الصوره تاع جسد وراس تاع حمار. صحيح خويا معليش دوك تطلع الناس اللي تجادلك خويا، انا طلع انا بغيت غير هكا نفوت بك الوقت برك، انا مانيش نجادل فيك خويا سمعتني، وما دير راه باين عليه وسلم حبيبي رسول الله الذي قال جئتكم بالسيف جئتكم بالذبح رزقي تحت رمحي. السلام عليكم قمرين. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، أنا الآن موجود يعني لايف معكم مباشرة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر صلى الله رضي الله عنه وأبو بكر وقبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا الآن موجود في الروضة، اللي ما يعرفش الروضة هي المدينة المنورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المنورة وليست المرونة. وشنو؟ المنورة وليست المرونة. مرونة؟ معليش كلنا قبور معليش كلنا قبور، حتى انت راح تولي قبر وانا نولي قبر وكاع اللي راهم يشوفوا يولي قبور. خطأ انا ما راحش نولي قبر، انا ساحرق خويا. معليش نولي قبر؟ معليش تحرق ولا تشعل ولا تنشوى ولا المهم شال على بالي بلي كنت عرفني تنزلني ديجا تخاف مني، ما تدير صوالحك، ما تقولش تعرف في لسانك ولا لافوا خلعتك تفكر يعني ميت بالخوف. ياي وبيزعل. فاش راك تهضر ما نهضرو، ما تنزلنيش، ما راهش ما تجاوز وما ما تعداش على حدود الله. غادي ننزلك ومن بعد عاود اريح خمس دقائق وعاود طلع. سيد مسمي روحو قمر عيون، يا ربك راه يهضر مع اله، راك تهضر مع اله نو ما تخلصني باش نطلع في اللي سمع. مسمي روحو قمر عيون متخبي وغريان صغير وراك تعرفني ونطلع نعرف ربك انايا. طيب شحال عندي من عام راني كل يوم نطلع دي السونتا تاع الناس، راني ما خليت ناقش دي سياسيين دكاتره نساء رجال صغار كبار كحل الابيض نعقل عليك انت. مسيد مسمير عرايون داير فيك بروفايل متخبيك الغنيه صغير منيتك ما تخافش. ومن جاج يعني من نورمال وعنده ثقه عمياء في نفسه، راك تعرفني وين نعرفك انا. قول لي اعطيني ما عندك، ماذا عندك؟ ضد موندي طلع نطلعك، قول لي ناقشو، حبيت ناقش تدخل ديرك في الموضوع ما تطبطنيش، نبطك. السلام عليكم يا استاذ عثمان. واش حبيبي السلام ورحمة الله، لاباس صفا. ماني فاهم يا خويا، خويا سموك على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ايه الله يبارك، وانت واش سموك؟ انا ميهوب على سيد الميهوب. موهوب؟ لا ميهوب على سيد ميهوب على جدي، ولكن عندنا واليج والناس يعبدوه. من الشرق ولا من الغرب؟ انا غليزاني واش من الشرق. ايه الغرب كثر، وين كاين الصوفيه بزاف. انا وليد الدشره تاع الصح، كنت كيما الرسول يحبوا العرضات. نو كيما انت تحب العرضات، تحب يجوا عندك الغاشي. نو انا كنت نحب الغلم والريح كيما الرسول، الريح نتامل بعد نقول لهم ان الله يعني ينزل من الماء كل شيء حيا. سبحان الله صافا. تقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول صلى الله عليه وسلم انا بدي خاطيك
الله. تعرف كيفاش مات؟ حكاولي عليك، انا حبيت ندخل معاك. معليش حكاولي عليك. معليش، تعرف كيفاش مات؟ تعرف كيفاش مات عثمان بن عفان؟ وهذه شو كاش واحد ما يعرفهاش غير الجهل. واش كيفاش؟ نسيت انا. مقتل، قتلوه يا اخي. نو كيفاش قتلوه؟ كيفاش قتلوه؟ علاش في المصحف؟ علاش قالوا له انت ما تصرعش؟ قالوا له ما تصرعش خوارج. شكون اللي قتلو؟ الخوارج. كيسون ريبونس، ماهيش حاب نحن ندخلوا في الديتاي، الديتاي هذاك ساهل في كتابات. معك نعطيك غير. على قالوا له ما تصرعش، على واش دار؟ هو لين، هو انسان شكون الله يبارك عنده حكم تاعو. ماشي ما عندوش شده، شوف بالعقل يحكم بها شو حاجه خفيفه وكذا، وكاين بزاف الناس ما كانش يعجبهم هذا. طريق ولو انه اخطاوا الصحابه، وي كاين صحابه كانوا عايشين ما اخطاوا، بصح شنو هذه الحكمه من عند ربي؟ معروف الحادي تاع مرته قطعوا لها، بصح مرته قطعوا لها اصبع وضربوها الترمه وقال لها ترمت كبيره. ما تهضرش نطيح، ما تطيحش، ماشي نطيح، هذا النورمال تهضر في مجلس النبي هكذا. وجد في البخاري هذه بلي قالوا لها ترمته كبيره وقطعوا لها ما تهضرش، ما تهضرش، علاش راك تطيح؟ علاش؟ يا اخي الناس يسمعوا فيك. انا موجوده، انا نقول انا على بالك، انا عندي حس. هذا نورمال، هضر باللغه يا اخي، تعرف تهضر عربيه. ما نقدرش انا بايزم عتولي بعد ذلك زاني نكون نقولها نتقيح، لازمني نقول متكبر وذي القحبه، كما قال الايه القرانيه اللي قالها ربي، سوره القلم رقم 13. فلازم هي كي تقولها لواحد جزائري معنا هنايا تقول له عتولي بعد ذلك زاني ما يفهمش ربها، بصح كي تقولها له ديريكت بالجزائريه بصح ماكش تهضر مع ماكش تهضر مع الناس شغل العقليه تاع لي الكباريات ولا تهضر مع الناس يا اخي يدخلوا عندك مثقفين هكذا قلت انت برافو، يعني تقول بلي القران فيه كلام تاع كباريات. لا لا انت تهضر كي تهضر هكذا حبي يقول الناس يسمعوا فيك غير مثقفين عباد عيانين ما يدخلوش عندك. استاذ عثمان الله هذا اللي قلت لك، قلت لك دروك تفسير الطبري نتاع كلام تاع سوره القلم رقم 13، راك تقول بلي الله يهدر سوره يهدر كلام تاع كباريات، باسكو عتولي بعد ذلك زنيم عند ابن كثير هي متكبر ود القحبه، ايه قرانيه. واش حاب يقول هذه؟ ما فهمتش واش حاب يقول، واش حاب تلحق؟ هذه ايه، هذا يعني ربك في مخامج. انت قلت لي ما طيحش، انت قلت لي ما تقولش كيما هكا. ما عندكش هباك ما انت مبلغ علمك، واش هو مبلغ علمك؟ باش تخسر؟ ماشي باش تعلم الناس زعما ولا تضل الناس. لا لا عثمان خويا شوف، مع كل انت كشخص فوق الراس والعين جامي غادي نتوشيك ولا جامي، حبيت نوري لك باللي هذه القدوس العمياء اللي داروها لنا وهذا الخوف هذا وانه القران كلام كذا وكذا سي با فغي. انا قلت لك ها حاجه انا كون نزيدك دروك والله هذا كي قالها قالها الوالد بن المغيره، يعني خالد بن الوليد. تخيل خالد بن الوليد كان يروح يصلي من بعد ويقرا الايه اللي تسبابه. تخيل زيد هذاك، تخيل زيد، تعرف زيد؟ زيد الكون، شكون زيد؟ اللي الرسول ناكلو زوجته. معاويه؟ نو اللي الرسول ناكلو زوجته، زيد بن الحارثه. بن الحارثه، ودي هضره هذه هضره ثانيه. ولد ما تهضر هضر بالفصاحه، هضر ما ديك صحابيه قالت طاهرني، كمل الحديث، ما تهضرش غير حاجات غير اللي باين بعد. كمل الحديث مليح، روي الحديث مليح. واش دار؟ واش دار؟ ايه معز ومن بعد واش اخطا الصحابه على صحابه انا مات ملائكه واش دار معز؟ اخطا اخطا كما قلت الكلمه هذيك زانا، قول زانا ما تقولش قول زانا. اللي يزني يخطا ولا اللي يشرب خمر ما يخطاش، اللي يقول كاذب ما يخطاش. الخطا واش عندك الخطا؟ واش هو الخطا؟ عثمان ماشي كاذب خطا. عثمان خلينا نديرو تسلسل منطقي، قلت لي نحكوا باللغة. معليش هذا ماعز اللي يخطا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قالوا اخطا طاهرني. عثمان هكذا معليش قاعد معايا قاعد معايا. عثمان قالوا اخطات ومن بعد واش قالوا؟ ضروتشو ومن بعد عاود جا ومن بعد تاب ولا ما تابش؟ معليش انا ما تابش رجمو. لا لا رجم الصحابيه، لا لا غامضيه هذيك غالط، الغامضيه جات ليه رجمها حتى الموت. معليش اقرا مليح السيره، اقرا مليح السيره وعلم الناس الى حبت في اللايف تعلم الناس. معليش عثمان بشويه تصدي، اسكو قال له انك تاهو ولا ما قالوش؟ ما قالوش هكذاك، ما قالوش ضروري، ما قالوش هكذاك. علاش ما قالوش؟ الاخر اللي قال له اخطات ما قالوش. اسمع شوف انت مبلغ علمك فيك تهضر، انت حاب تعلم حاجه من عندك، انت تطلب لي جيش حاجه ما داروهاش هكذا. كي قالوا اخطات، اخطات واش دار؟
وقت على شحال وقت الكفة؟ بون شوف معايا اقرا معايا شوف. او جا وقت الكف. الروح ديرك للراوي هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم، معليش تسكت شوية خلاص تسكت. أنا شوف لما أتاه لعلك قبلت وغمست أو نظرت قال لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكتها لا يكني، قال نعم فعيد يديك. وش أمر؟ قرأت الحديث؟ لا لا ماشي هكذا مكتوب الحديث، ماشي هكذا أخويا. معليش قرأ الحديث؟ أو ما قراش من عندك، نقرأ من عندي أنا الحديث، عندي الحديث ماشي عند الحديث. تفضل اقرا، اكتب البخاري 6824. يلا شكون المحدث؟ شكون المحدث عندك؟ شكون الالباني؟ معليش شكون هو الالباني؟ تقدر ماشي نشوف مليح انا برك، ماشي نشوف مليح. معليش تقدر تكتب البخاري 6824 الحديث راه بالرقم تاعو راه صحيح. البخاري 6824 وين نكتب؟ لازم نشعل الميكرو هكذا، ما نقدرش بعيد عليا الميكرو وانا هكذا ماشي نشوف مليح. نعم انا نقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر شو اصبر باقي لي تجيني، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تكبرليش، ما يقدرش تكبر هكذا في التليفون، ما تقدرش تكبر. ها دني شويه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه ماعز بن مالك ها قال لعلك قلت او قبلت ماشي قلت قبلت يعني سب قبلت ما ماشي شوف مليح. لا ما نرويش حديث خطا. او نظرت قال اه قال لا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ان وادي ما شكيتش كاين اخويا غلط. وين جبت هذا الحديث؟ وين هذا حديث موضوع اخويا؟ حديث الكتيبه ماشي الحديث. الكتيبه هذيك خدموها لك خو، اخرجه احمد. شو يقدر يكون شوف هذا الحديث صحيح بصح ماشي مروي بالمعنى تاعو، ماشي هكذا. بون ما ينسخسيك، اتمنى تسمع. ماشي هكذا المعنى، الكتيبه تاعو زدتها انت ولا زادوها لك خو؟ اسمع فيها ولا اسمع فيها. وي معليش، كاين واحد امازيغي راه يجي هنا يهبني، اسمع مليح. يجي هنا يهبني، يقول انا كي كنت مسلم افو قبل ما نخرج من الاسلام، كان يجي يهبني، كان يظل يهبل فيا، احنا عندنا الديهيه وعندنا كذا وهذاك الخرطي تاعهم. انا واش قلت له؟ انا قلت له روح مص زباباك، اسمح لي على هذه العبارات. واش رايك فيها؟ انا ما شاشه ولا تكمل هكذا طيح الكوبيه. كيفاش؟ انا هضرت باش طلع شويه المستوى يا اخي، شو الطياح هذا؟ شك طياح؟ لا تعرف شكون الشيخ العثيمين ولا ما تعرفش؟ نعرفه. شكون هو العثيمين؟ امام العثيمين يعني شيخ معروف، شيخ تاعنا شيخ فقيه ولا عالم دين يعني من عمالقة. شوف اسمح لي رفقة، يعني من عمالقة العلماء المسلمين اخر هذو 200 عام، يعني كان الشيخ الالباني رحمه الله. نعم معليش دقيقة اسمع شوية اسمع شوية. شيخ الالباني رحمه الله، كاين العلامة ابن باز. اسمع شو معايا، اسمع معايا، ركز معايا. اغلق المايك تاعك واسمع اخويا، الله يخليك. اغلق المايك واسمع وركز. انا اسمع. دقيقة انا غلطني. بون. وش بين عثيمين وش بيه؟ تقدر تخلق المايك تاعك خويا باش نسمعك ونسمع عندك الحس. تقدر تخلق المايك تاعك الله يخليك. تقدر تخلق المايك تاعك. واش نحس؟ ما عندي والو. من فضلك تقدر تخلق المايك، رانا الحس لتحت كاين ميكروفون تقدر تغلقه. هكذا صافا. عندك الحس كاين ميكروفون لتحت كاين عندك تقدر. بون اسمع معايا مليح وركز. ها الرسول قال لواحد قال له روح مص زب ابوك اذا لقيت واحد يتغنى باصله. اسمع الشيخ العثيمين الان، اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهليه فاعظوه بهني ابيه ولا تكن. ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟
نعم. أن الألباني قال رواه الترمذي وأحمد. نعم. وصحيح. ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب، لأن التعزية بمعنى التقوية. وقول عرضه بهني أبيه ولا تكمل، يعني ذكر أبيه، يعني قولوا له عض ذكر أبيك، واضح؟ وأن يقوله باسمه المعروف عند العوام. وهذا مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول قريش في صلح الحديبية، قال له أمصص بضر اللات، البضر الفرج. تفضل خويا مالك بن عثمان. قاعد تسمع فيها؟ وي ايه، واش حاب يقول؟ ما فهمتش واش حاب يقول كي سمعت هذا الحديث. الحديث كاين حديث في صحيح البخاري، او سقساه قال له هذا الحديث صحيح؟ قال له نعم هذا الحديث صحيح. ما سمعت خلاص خلاص سمعت الحكايه، واش حاب يقول؟ فهمني انت واش حاب تقول. معليش، من تعزى بعزاء الجاهليه فأعرف. خلاص نعرفوها خلاص، هذا سمعناه. معليش فار اكزومبل، انا مسلم يجيني واحد قبايلي ولا يجيني واحد تشاوي يتغنى بالخطا، ونقول له روح مص زب ابوك، قال له قول له روح عض ذكر ابيك، بصح قولها له بالعاميه نتاعكم تاع المكان اللي موجود فيه. وقال الثاني كاين حديث اخر صحيح نتاع ابو بكر، وقال الواحد سب هذا اثنين. نينا جو بونس غلطتي، اني نهبطك الا حبيتي طلعي دوموندي. جو بونس غلطتي، انت من جيش، انت من جيش الكفار، اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. خلعته مسكين هذا، كي قالوا له هذا الكلام هذا. طلعني بيان سور نطلعك، اللي حاب يطلع يكتب رقم 7. مي جو ترومبي ديزو ميرسي ما شغنينا با تسوسي جي سافي سا. اني عرفتك لاني عرفت، انا حسب كنت تقولي نحبك ميهوب وتهبطي، مي انت يا شريره بحت ما بغيتيش تقولي لي نحبك ميهوب. قولي لي نحبك ميهوب ومطي وري لي نحبك السلام عليكم. هذه دايرة ثلاثة تعليقات ولا ودوموندي بهم. سورينا هذو مريبوها كاع ما نكذبش عليك، خسرونا كاع. لا أيوا الو السلام عليكم. قولوا بسم الله بسم الله. ديفا واش راك يا عمري؟ ليك وحشه، ميرسي على الخدمه اللي كديري فيها، ميرسي ميزان. راني مخلوع في هاد الناس هادو كيما. ايه حبيبي وجوه. كيف صحتك؟ لاباس الحمد لله. ماشي الحال؟ ماشي الحال. كيف حالك؟ ولكن معلي روحك علينا خويا. هذا عثمان هذا اسم مانيش عارف كي شغلتو شاتني، باسكو يبان انسان. استغفر الله استغفر دين ربك، انا ما نضحكش خويا. تالي تالي استغفر الله. حمي على روحك يا ميهو، حمي على روحك. شو صاير؟ العظيم انت هادو عمي دبون بيني الاخر خاصك بيني الوالد. حمي على روحك يا شريكي. Oh my god, on dirait sort d'Ibiza, on dirait la fête à Ibiza, sa mère là plutôt arrête dans le cinéma de Salamanca. Oh yeah. Allez, je vais vous dire, 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 je v
انا بس اجروني رايحه لانه ما عم بفهم عليكم. لا واحد لك طوي. انت رايحه المانيا جواد مش ضايج شلون مش ضايج؟ انا ما فاهمين عليك شو عم تحكي يا حبيبتي، والله ما فاهمين عليك شو عم تتخانق ولا شو بخناقه. حبيبتي انت بتتكلمي الماني ولا ما بتتكلميش الماني؟ لا والله ما بحكي، انا بسويدي. سويدي؟ انجليزي سويدي. اقول لك خلاص حياتك انت ميمو. لا انت بس ما تهدروش معي. براتا دوسفانسك؟ بس بدي افهم ايش المشكله. براتا دوسفانسك؟ هذا بيقول لي عمي تبوني يهضر على الرئيس تاع الجزائر واحنا دخلنا في الرئيس تاع الجزائر. لا دخيلك لا رئيس ولا شيء، احنا خاطركم مع السلامة. حدسنسك ومشينا على الدين بالي. هم حياتي باي باي. عمي باي باي سياسي. أنجي أنجي بالنواظر لعين نواظر. انت ما تعرفنيش اليوم. مشينا. انت مسلمة منو؟ ها رحت. لكن انت شكون يحملك باش يقعد معاك؟ شنو؟ شكون يحملك باش يقعد معاك؟ انا يا عم عندي ألف واحد، انا كاين الناس اللي عندي حسب انا حسبني الطلاب كيما انت. كاين نصهم طحانين كيما انت وكاين من الصوم رجال اللي جاو يضحكوا عليك. انا ما عندي كي نحل لايف، ما عندي 2000 3000 واش تخود؟ انا مع النعفس، انا نعفس على ربك ونعفس لك على الراس وكاع. فهمت؟ هذا ما كلك. تيام كيما هاك عارف الرسول قال لكم معليش قال لكم كيما هاك عارف الرسول عائشة انها تطيق الوضوء. دار كيما هكا هذيك وقيلا ما عرفتنيش حسبتني ما عرفاش تعرفوها انتما. والله ما نعرفها دقيقة شوية. والله ما نعرفها دقيقة شوية. من اوكي واش ديرين؟ ما نعرفهاش انا بالك ما تعرفنيش سي بوغ سا. ما لا ما تعرفنيش سير معلى بها كانت السلام عليكم. السلام على محمد وعلى الله. هل سمعت كمال جنبور حنبور فتوى تذبح امك وتذبح ابوك نطلع لكم المعلمه هاجر. الو لا معلمه بهب لا والو، راني رايحه. انت على بالك شكون جود عقاد اللي طلعت معاك؟ كنت راح دير لايف مطرطق على ما هوجت دوك العرايا. ما نعرفش شكون هاد. جاتني نوتيفيكاسيون هادي جود عقاد وحده بزاف مناضله رفضت من المعارضه السوريه لانها الحادت وقلعت الخمار لايف وصرات ديكا في البي بي سي هذيك اللي كانت طالعه معاك اون فاس. اوكي يا راجوميو ما على باليش والله ما على بالي كون قلتي اكبر بوردال انقلع ندار على وحده ماشي متحجبه وبابليك فيجر وقالت لهم العلمانيه هي الحل وما نستبدوش النظام العسكري بالنظام الديني هي جود عقاد اللي كانت اوفاس ليك. اي والله ما على بالي ما دابيا انا كنا عرفها. يا ودي كان راح يكون اهم لايف يضرب في مقتل المواضيع كاع اللي راك تعالجهم في شخصيه واحده. انا خلاص انا سمعتها تهضر قلت لها تهضر بالسويديه. بزاف على باليش بلي دار التيك توك جاتني دوكا نوتيفيكاسيون خرعت قلت جود شي يدير عنده باينه جابها على هذا الموضوع انت ماكش عارفها. ما لا ما بالك ما نعرفهاش بس هي سمعتها قلت لها انا في السويد جو بونس تهضر سويديه. نو شخصيه معروفه سياسيا وشغل هي كانت ضد الاسد بصح المعارضه رفضتها بسبب خطابها ضد الدين. تشوفوا تسمى كلشي كومبليكي فيه ضربه واحده. اوكي والله ما على بالي ترى ديكا بي بي سي سي ان ان سكاي نيوز دوتشي بيرلين اكتب جود عقاد هذيك اللي كانت معاك وتحت على بها تصدعت وراحت. اي ما كاش مشكله غادي ترجع راهي كانت راح تكون اكزومبل اللي بالضبط لكل المواضيع في ضربه واحده. والله خلاص ما شافوني بقى لدي كيما هكا وهذيك الاخرى هذيك الزوجه هذيك ما نعرفهمش انا خلعت دوين دخلت ما نقدرش انا نشوف لك لايف كامل ولا تيك توك. هذا ولي دخل الدار كي تجود عقد عندك ما جي با كومبخي حسبتك جبتها على هذا الموضوع. نو ما نجيب والو انا نجيب غير هذيك الاخرى هذيك جبتها. لا هذه اللي تمثل بالضبط هذا الجدال. انا عندي اثنين اخرى هذيك الاخرى تاع الجهاد اللي قلت لها انت ديري الجهاد اسمك ميهوب كيب ذات اللي تي تري كونو في المعارضه ضد النظام من بعد راحت للسويد شدارت عندها ملايين المتابعين يعرفها كاع الشعب السوري شدارت واحد نهار حلت لهم لايف وقلعت الخمار قالت لهم انا اليوم جيت نحكي لكم بصراحه قبلوني كمعارضه ولكن انايا
مليت من عيشه النفاق، راني ندير خمار غير نطلع معاكم في 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 الاخر، وانا ني ضد الدين في الدوله، وانا فوالا ما 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 نجمش نكمل في الخمار، وانا 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 يا ودي يا ودي ناضت حمله تفروا منها حتى كبار المعارضه. ما انا خلاص دوك نجيبها هي، ما خلاص دوك نعيط احكي لها قول لها اش صرا في هذيك الضربه، ومن بعد جبتها البي بي سي وكذا، ما على باليش اسكو كملت ولا استسلمت، ولكن هي اللي دارت هذا الاشكال الكبير والجدال. يعني هذه امراه وحدها خلقت جدال ما بين الشعب السوري، هل تريد استبدال بشار بجماعه دينيه ام بفعلا بثوره حقيقيه؟ هذه هي. هي خلاص هي، ما انا دوك نعيط لها. اي انا كيش تقدرت هكا قلت ميهو ما عرفهاش. ما نعرفهاش ما نعرفهاش. جود هذوك نكتب اسمها، كيفاش اسمها؟ جود عقاد. اي خلاص كانت كاتبه جود عقاد، يا دوك نكتبها خلاص. انا بروحي با على باليش بلاي في تيك توك، بصح معروفه بزاف يعني. ما لا خلاص دوك نرسلها للجنود توعي، روح يكتبوا لها في الشات باللي ميهوب باللي ما فهمتش وتعاود تجي عندي تطلب. دير فيديو تاعها وهي تقلع الخمار قدام ملايين الفولور. ان شاء الله بربي ان شاء الله. يلاه تهلا باي. ميرسي ما شاء الله يعطيك الصحه، دوك نشوفها هي. شت انا كيما شت الحقدة نعاونك. ان شاء الله بربي ان شاء الله. ميرسي ما شاء الله يعطيك الصحة. ولا انا كاش ما تشدوا لي الحقدة، انا كاش ما درت كاش حاجة جامي. انا هو كاش واحد عاقل كيما انا يا دين ربي. كاين واحد عاقل وعنده لا مو كيما انا، نتحداكم. جود ما لقيتش. ما كانتش كاتبة جود، لا كاتبة جود العقاد ولا عقاد؟ هاي نرسلها. اوكي وراه ايش داير الله؟ وقيلها غلقت مرة ايش داير الله يبدو اصبع كيف اللايف. هلو السلام عليكم. يعني والله وليت الروث كما انتم، وليت ما نحشمش، رجعتوني وليت ما نحشمش يا دينار. ما لقيتهاش هذه. لا علاش تعيطوا لي؟ يا ميهوب يا خويا، يا ميهوب يا خويا اتقي الله يا نقصي سقسي لي عمي. اهدر معاه. واش خويا السلام عليكم؟ سلام. هذا قبيلي، هذا قبيلي، هذا باين باللي كفر. اه تمشي الناس بقبايلي يا رباك. جود عقاد، دوك نشوف لها جود عقاد. ما عقاد ولا العقاد؟ جو بونس با. يا رباك قلت له ديريكت وين راهي فاتحه بصح ما حبتش تجي. سيبا وقيلا راهي فاتحه بصح ما راهيش. مالا قول لها بالك هي تلعب في جوله، بالك هي جو بونس هي اوكيبي. كي تكمل قولوا لي نعرض هاي نسمعها. انا عندي شك بصح ما نقولش، كون نقول لها كاين وحده صديقتي تزعف. كون نقول حاجه كاين وحده صديقتي كانت معايا فوق دروب تزعف، ما نقولش اسمها. راه يسلم كيفاش ماشي لعب اي حل لايف؟ كيفاش اي حل لايف؟ بعث لها انت ميهوب، ما نقول لها ميهوب رحب مع فعل. ماهيش مانيش نشوف فيها جو بونس با، راهي كون راهي هنا نشوفها. ماهيش روحي بعدين يا اليزابيث بيتروفا، مانيش نشوف فيها جو بونس. راني درت لها متابعة مانيش عارف جود عقل ما شتهاش. جو لو فوا با، جو لو فوا با، مانيش عارف. لا شفتوها نتوما قولوا لي جيبوها. جوداك بالعربية نو؟ I don't speak Arabic. You don't speak Arabic? No, do you speak English? No, always. شفناها قاعد، واش شفتوها ما شفتهاش أنا. كتبوا لها قول لها ميهوب راه حاب يلعب معاك ولا جزائري. كتبوا لها جي طلعني
إن شاء الله بربي خويا. اكتب لها قل لها مهيوب يريد أن يتكلم معك. قالت لك ما نقدرش نبعث لك. قل لها دير لي متابعة كيفاش ما تقدرش تبعث لي. مانيش نشوف فيها. أنا مانيش عارف اسمها، كانت كاتبة اسمها بالعربية ولا كتبته بالفرنسي؟ ما انا مانيش عارف اسمها، كانت كاتبه اسمها بالعربية ولا كتبته بالفرنسي؟ دقيقة مرسول لي بالله. وي انا ارسلت لها هاي. هي وي انا ارسلت لها وي. بصح ماهيش تبان لي اللايف انا. عندها علاقة بالفي بي ان. وي انا نشوف فيها اللايف. مانيش نشوف فيها جماعة هذه جود خرقال ولا مانيش عارف كيف سميتو انتم جو لو فوا با. كان كتبت هاي لاني كتبتها ورسلوا لي. انا شو نكتب دروك جود جود هي راهي الفوق بصح ما تبانليش لايف. وانا درت لها متابعة وكلش. عندها 116 وي هي. علاه ما راهيش تبان لي؟ I don't know. اسكو سقسيتوها؟ ما تبليش من المتابعين. عندها زعما بالك بال قال لي رخصتك. نعم نعم الا رخصتني بالدين تاعكم كي واحد يسب يرخص. نعم هم يرخصوني كل يوم واني فرحان. لا تعرف كاش واحد تاني يجي يرخصوني يسبوني ويقول لي نطلعهم كاش مشكل. الا هذا هو ترخص عندكم في الدين تاعكم. مانيش نشوف فيها. لا تكتبوا لها قول لها هي دوموندي. هذه سوسو هذه صعب الجزائريين يشوفوها. طاق دقيقة راني نشوفها نلعب معاها ماتش. شي كانت ايديو جزائرية. شكون هذه الجزائرية؟ مانيش عارف. كاين مشكل كي شغل بلوكاتني ولا مانيش عارف. سي بيزار راني نشوف فيهم كاع حنايا بصح ما نشوفهاش هي تلعب. جو لو فوا با. ما نشوفهاش. خلعني هذاك السيد اللي قبيلات مانيش عارف علاش غلقت المايك. طهاري طهاري حل كون يجي يلعب معايا نلعب معاه. السلام عليكم. صباح بيبي. الحمد لله وش راك. السلام عليكم. صباح بيبي. الحمد لله وش راك. في ديرك هذا وين فتحت؟ والله ما يبان ليش. قلت لك بعث لي ديرك اكسبتيتك. خرج لي جميل با مال الاول. انت ملحد خويا؟ اخو ملحد. ملحد احنا نلعبوا شو ملحد هذا مفهوم؟ واحد ما يأمنش بربي سبحانه وتعالى. انا من أمنش بربي. نو نو مي يخرجوا لي الملاحدة بزاف خويا. شاك فوا ندوموندي يخرجوا لي الملاحدة. ربي يهديك يا امين يا رب العالمين.
ضحك انا ضحك قول امين قول ان شاء الله امين ان شاء الله بربي.